في سؤال الثالث يقول: من أصحاب السبت؟ أصحاب السبت هم الذين احتالوا من بني إسرائيل على صيد السمك في يوم السبت، لأن الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت امتحانا لهم وابتلاء لهم. هذا من جملة الابتلاءات ومن جملة الأشياء التي حرمها الله عليهم مما هو مباح في الأصل عقوبة لهم، ولكنهم تجرأوا على الحيلة فنصبوا الشباك وحفروا الحفر في يوم السبت، فإذا جاء السمك وقع في الحفر وأمسكته الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوه، فلما وقع ذلك منهم واحتالوا على أمر الله جل وعلا عاقبهم الله بأن مسخهم قردة خاسئين، كما قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني يحتالون على صيد السمك، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، وهذا من باب الابتلاء والامتحان. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، هذا ابتلاء، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، هذا عقوبة لهم بفسقهم. فلما نسوا ما، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه قصة أصحاب السبت.